السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الأخيرة لهذه الليلة من قناة السعودية نبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهاني بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام. حجاج بيت الله الحرام يودعون المشاعر المقدسة بعد إتمامهم مناسك الحج. ووزارة الصحة تعلن خلو حج هذا العام من أي إصابات أو أمراض. بسم الله الرحمن الرحيم تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله عددا من التهانئ بمناسبه نجاح موسم حج هذا العام حيث أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت عن تهاني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لخادم الحرمين الشريفين بالنجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي سخرت واستنفرت جل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل تفان واخلاص لا سيما في ظل الاوضاع الاستثنائيه التي تبذلها القطاعات كافه للحفاظ على سلامه وصحه الحجيج. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين التهنئه من رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي على نجاح موسم الحج لهذا العام رغم التحديات والظروف الاستثنائيه المرتبطه باستمرار جائحه كورونا على مستوى العالم. ونوه رئيس البرلمان العربي بحرص المملكه على اقامه فريضه الحج بشكل امن صحيا وتسخير امكاناتها وقدراتها لتقديم كافه الخدمات والاجراءات الوقائيه والاحترازيه وسبل الامان للمحافظه على سلامه حجاج بيت الله الحرام وفق منظومه امنيه وصحيه متكامله لخدمه ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهوله كما تلقى خادم الحرمين الشريفين التهنئه من مفتي جمهوريه مصر العربيه الدكتور شوقي علام على نجاح موسم حج هذا العام وخدمه ضيوف الرحمن وحرص المملكه على اقامه فريضه الحج وشعائره رغم الظروف الاستثنائيه التي يمر بها العالم في ظل انتشار جائحه كورونا وتنظيمه بهذه الصوره المشرفه. واكد مفتي مصر ان نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح للحج والخدمات والمجهودات الكبيره التي تقدمها المملكه للحجيج رغم ما يعانيه العام من انتشار جائحه كورونا نقل صاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتهنئتهما حفظهما الله لرجال الأمن وقادة القطاعات الأمنية المشاركين في مهمة حج هذا العام 1441 للهجرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح الخطط الأمنية والتنظيمية التي تم تنفيذها خلال موسم حج هذا العام في ظروف صحيه استثنائيه جاء ذلك خلال لقاء سموه قادة القطاعات الأمنية عبر الاتصال المرئي وأكد سمو الأمير عبد العزيز بن سعود أن ما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية من جائحة كورونا والتي مثلت الأساس في تنظيم حج هذا العام لا يؤكد ما وصلت إليه المملكة من قدرات ومستويات مميزة في إدارة وتنظيم أداء فريضة الحج في جميع الظروف وذلك بفضل الله ثم بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله وما ي ما من اهتمام وما يوفرانه من دعم للارتقاء المستمر بجوده خدمات ضيوف الرحمن وتسهيل وتيسير اداء الشعائر بامن وامان وطمانينه ودع حجاج بيت الله الحرام المشاعر المقدسه بعد ان اتموا مناسك حجهم او حجهم بطواف الوداع شاكرين الله ان اصطفاهم واختارهم لاداء هذه الفريضه لهذا العام وسط اجراءات احترازيه ووقائيه وصحيه عاليه الدقه لضمان سلامتهم وذلك بعد انهائهم اليوم في ثاني ايام التشريق رمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمره الصغرى ثم الوسطى ثم جمره العقبه وسط تنظيم دقيق واجراءات احترازيه عاليه وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج حفاظا على سلامتهم وسلامه الكوادر المشاركه في خدمتهم حيث عبر ضيوف الرحمن عن مشاعرهم الفياضه باتمام نسك رمي الجمرات وما قدمته لهم حكومه خادم الحرمين الشريفين من خدمات خلال ادائهم فريضه الحج. اعلنت وزاره الصحه اليوم ان الحاله الصحيه للحجاج مطمئنه ولم تسجل ولله الحمد اي امراض مؤثره على الصحه العامه في حج هذا العام 1441 للهجره. واوضحت وزاره الصحه انه لم يتم تسجيل اي حاله اصابه بفيروس كورونا المستجد بين الحجاج او اي امراض مؤثره على الصحه العامه. هذا وسخرت وزارة الصحة كل طاقاتها لخدمة الحجاج حيث بلغ عدد الكوادر الطبية والفنية المشاركة في تقديم الخدمات الصحية للحجاج ثمانية آلاف شخص في جميع التخصصات تواصل وزارة الصحة جهودها للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج حيث تنفذ العديد من الإجراءات الطبية التي تكفل الخروج بموسم حج صحي آمن خاصة في ظل هذه الظروف الصحية العالمية حيث سخرت كل طاقاتها لخدمه الحجاج حيث بلغ عدد الكوادر الطبيه والفنيه المشاركه في تقديم الخدمات الصحيه للحجاج ثمانيه الاف شخص في جميع التخصصات إن الفرق الطبية الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعمل على مدار الساعة مع الحجاج، وتجري هذه الفرق عملية تقييم وكشف بشكل دوري للوقوف على حالة الحاج. وفي حال ظهور أي أعراض للمرض وتأكدت الإصابة بالفيروس أثناء أداء الفريضة، فسيتم استبعاد الحاج وتوجيهه إلى أحد المحاجر الصحية بمكة المكرمة بحسب حالته الصحية لتقديم الرعاية. وتحرص الوزاره على تطبيق اعلى معايير السلامه الصحيه والتدابير الوقائيه العالميه لضمان سلامه الحجاج حتى عودتهم الى مقر اقامتهم والعمل على تطبيق مبدا العزل الصحي قبل وبعد اداء فريضه الحج على جميع حجاج هذا العام. وذلك بهدف التاكد من خلوهم تماما من فيروس كورونا المستجد وضمان سلامه الجميع خلال موسم الحج. وحول الآلية التي اتبعتها الوزارة في نقل الحجاج إلى عرفات في البداية يقوم القائد الصحي بالتأكد على تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة، ومن ثم إجراء الفرز البصري عند بوابات المسجد مع تحقيق اشتراطات مكافحة العدوى بواسطة فرق الفرز البصري من وزارة الصحة المخصصة لمسجد نمرة مع التأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة والجلوس بالمسجد. ثم يجري التفويج للانتقال من مسجد نمرة إلى مخيمات عرفة. إجمالي عدد المستشفيات في المشاعر ستة مستشفيات موزعة في المشاعر، ونحو 51 عيادة إضافة إلى 200 سيارة إسعاف مع وجود 62 فرقا ميدانيه يتابع كل التطورات. اما فيما يتعلق بالمرافق الصحيه في مدينه مكه، فهناك عشره مستشفيات مجهزه باحدث الوسائل الطبيه، و82 مركزا صحيا توفر الخدمات اللازمه، كما وفرت الوزاره 2486 سريرا منها 321 سرير عنايه مركزه، اضافه الى 112 غرفه عزل. نجحت المملكه بامتياز وبشكل ابهر العالم وفق اقصى معدلات التحرز والتحوط اذ وضعت بروتوكولات صحيه دقيقه شملت كثيرا من الاجراءات الصحيه. وسط حاله ترقب من الخارج وتحوط واحتراز من الداخل بشان مدى الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحيه التي وضعتها المملكه عقب قرارها السماح بتنظيم الحج باعداد قليله من السعوديين والمقيمين. تمت مناسك الحج بدرجه عاليه من النجاح الوضع الذي واجهته المملكه بشان كيفيه تنظيم الحج في ظل تفشي جائحه كورونا كان هو الاول من نوعه بيد ان المملكه لديها في الوقت نفسه تجارب تراكميه حول اداره الحشود بالملايين والتعامل الصحي وفق الاجراءات البروتوكوليه العالميه في مواسم الحج عندما تحدث خادم الحرمين الشريفين في الكلمه التي وجهها للشعب السعودي وحجاج بيت الله بان من اهم مقاصد الشريعه الاسلاميه حفظ النفس الانسانيه وحمايتها من الضرر وتجنيبها الخطر مع التفشي الواسع لوباء كورونا فانه جسد رساله الاسلام التي تعطي الاولويه للحفاظ على الانسان ولهذا اقتصر حج هذا العام على عدد محدود جدا من جنسيات متعدده وكان الهدف هو اقامه الشعيره. ورغم صعوبه الظروف الا ان المملكه نجحت بامتياز وبشكل ابهر العالم وفق اقصى معدلات التحرز والتحوط اذ وضعت بروتوكولات صحيه دقيقه شملت كثيرا من الاجراءات الصحيه. لقد ابهرت المشاهد التلفزيونيه العالم. عن اداء فريضه الحج هذا العام ومدى الانضباط والجديه في الالتزام بالضوابط والاشتراطات وفقا للبروتوكولات التي تضمنت خططا تنفيذيه استثنائيه مراعيه المتطلبات الطبيه بدءا من العزل الصحي للحجاج قبل ادائهم المناسك وبعده وتوفير البيئه الصحيه والحيز المطلوب للتباعد الامن لاماكن سكن الحجاج في المشاعر المقدسه وإعداد خطط التفويج للمسجد الحرام بما يضمن الالتزام بمعايير قدرة المملكة على تنظيم الحج وفقا للضوابط والاشتراطات التي هدفت إلى تمكين ضيوف الرحمن من أداء المناسك في أمن وصحة من ناحية، ودعمها للجهود الدولية في محاصرة انتشار جائحة كورونا ومنع تفشيها من ناحية أخرى. نعم، المملكة تبهر العالم. نفذ مشروع المملكه للافاده من الهدي والاضاحي في عيد الاضحى المبارك لهذا العام 20 الف اضحيه نتابع مشروع المملكه للافاده من الهدي والاضاحي انشئ عام 1403 وتم اسناد مهمه تنفيذه الى البنك الاسلامي للتنميه حيث يهدف المشروع الى التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لاداء نسك الهدي والفديه نيابه عنهم وكذلك أداء نسك الأضحية والصدقة والعقيقة نيابة عن من يرغب من عموم المسلمين وتوزيع اللحوم على فقراء الحرم ونقل الفائض إلى المستحقين في 27 دولة ونفذ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي في عيد الأضحى المبارك لهذا العام 20 ألف أضحية ولدى المشروع ثمانية مجازر وسبعة للأغنام وواحدة للجمال والأبقار والطاقة الاستيعابية مليون ونصف رأس من الأغنام وعشرة آلاف رأس من الجمال والأبقار. وتهدف هذه الخطوة إلى التكامل بين القطاعات المعنية وتوحيدها بما يعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل منظم، حيث يأتي عيد الأضحى هذا العام بوضع مختلف واستثنائي بسبب جائحة كورونا. وفي خبرنا الرياضي وجه صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضه بتسميه الجوله المقبله من دور كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين بمسمى عيدنا عيدين وتاتي هذه التسميه احتفاءا بشفاء خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وخروجه من المستشفى سالما معافا بحمد الله الذي تزامن مع حلول عيد الاضحى المبارك وذلك كمحبه وتقدير وعرفان من جميع الرياضيين في المملكه يذكر ان المنافسات الكرويه ستعود ابتداء من يوم غد الثلاثاء بعدة مواجهات بعد ان توقف النشاط الرياضي بسبب جائحه فيروس كورونا. والى اخبار الخير والبركه فقد هطلت امطار متفرقه مع انخفاض في الرؤيه الافقيه بسبب الضباب الكثيف على بعض مناطق المملكه وعمت الامطار المدينه المنوره والباحه وجازان وعسير والطائف ومحافظه القنفذه. وقد رُحض غزاره الامطار على المسجد النبوي الشريف والمراكز التابعه للمدينه المنوره. سالت على اثرها العديد من الاودية والشعاب وارتوت الارض، جعلها الله سقيا خير ورحمه وبركه وعم بنفعها ارجاء البلاد. هذا وقد حذر دفاع المدني الجميع باهميه اخذ الحيطه والحذر والابتعاد عن مجاري الاودية والسيول. ختام النشره الى ابرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهانئ بمناسبه نجاح موسم حج هذا العام. حجاج بيت الله الحرام يودعون المشاعر المقدسه بعد اتمامهم مناسك الحج. وزاره الصحه تعلن خلو حج هذا العام من اي اصابات او امراض. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه وفي امان الله.